السلام عليكم. احنا بنتكلم النهارده على ابتكار جديد عملناه. خلينا نتكلم قبل ايه سبب تفكيرنا فيه. المجتمعات العربيه ويمكن العالميه كلها مش جنسين فقط، الحقيقه ان احنا اكتر من كده. عندنا الانسان السوي، وعندنا الانسان الكفيف، وعندنا الانسان الاصم الابكم، وعندنا الانسان الاصم الابكم الكفيف. دول اربع فئات. يعتقد كتير جدا من الناس ان الفئات الباقيه يعني تاتيها نفس الثقافه او عندهم محتوى ثقافي مساوي لنا. الحقيقه لا، الاصم الابكم الكفيف تقريبا المعلومات اللي عنده والتواصل معاه صعب جدا، لانه بيتم عن طريق اللمس فقط. الانسان الكفيف لا، مش كل المعلومات اللي عندنا ممكن توصل له، لان مش كل كتابنا مطبوعه له. هو بيشتغل برايل وبيقرا برايل وبيكتب برايل، ما زالت في صعوبات كتير جدا للتواصل. اذا لم يكن هناك تواصل صوتي فاصبح في مشكله. فالحقيقه ان المحتوى اللغوي والمحتوى المعلوماتي اللي عند ذوي الاحتياجات الخاصه مختلف. الاصم الابكم اكثر صعوبه، لان الكفيف لديه صوت ممكن نتكلم معاه، ممكن نحفظه، ممكن نسمع منه محتوى داخلي. صحيح مش هنعرف نتكلم معاه على مستوى الشكل والالوان والسينما وحاجات كتير، لكن جزء كبير من التواصل موجود. اما الاصم الابكم عندنا فيه مشكله كبيره، التواصل السمعي بالكامل غير موجود، وبالتالي لا اقدر افهم منه هو عايز يقول ايه، ولا اقدر اقول له انا عايز اقوله بالتحديد. كلمات كتيره جدا ومعاني كتيره جدا يصعب وصفها بالحركه، بل لابد ان يكون في تواصل تاني. الحروف الابجديه او ابجديه الصم والبكم حل جزء من الموضوع، ولكن ما زال المساله محتاجه جهد اكتر. وعشان كده فكرنا في الحل بتاعنا، ان احنا فكرنا ان احنا نعمل ابجديه مشتركه. ابجديه مشتركه بمقصود ان يقدر يقراها السوي والابكم الكفيف والابكم والكفيف. حروف مشتركه يفهمها الجميع، يبقى بالتالي المؤلف اللي هيكتب ممكن انا اقراه كرجل مبصر ويسمع، وممكن كمان الكفيف يقرأ أو يسمع، وممكن كمان الأصم من أبكم يقرأ. كانت الفكرة كده، اجتهدنا عليها، قدرنا نوصل لبعض النتائج. كانت الفكرة إزاي نقدر نجمع الحروف العادية مع الحروف الأصم الأبكم الأبجدية بتاعت الصم والبكم، ويكون بتكنيك وأساليب تكنولوجية بداية عشان تكون سهلة ورخيصة، وعشان نقدر نطبع طباعة عادية، ما يبقاش كل شيء مجهد. اعتمدنا في الأمر على الأبجدية المعتمدة من جامعة الدول العربية عشان تكون حاجة مشتركة لجميع العرب. ثم تحركنا بعدها للديزاين، وصممنا حروف كل حرف للسوي يجمعه حرف مع الأبجدية بتاعت الصم والبكم، ودي ناتج عنها الفاباتيك. احنا بنسميها الابجديه المشتركه، هي مشتركه بين الاسوياء وبين الصم والبكم وجاري العمل على الكفيف. هذه الابجديه بنقدر نكتب بيها، وعملنا لها برنامج مخصوص يكتب اي حاجه احنا عايزينها، ونقدر نكونفرت اللغه من الاسوياء الى اللغه الابجديه المشتركه. دي مثلا اسماء الله الحسنى بالابجديه المشتركه، ده جزء عامه بالكامل طبع بالأبجدية المشتركة، بحيث يقدر يقرأه كل إنسان سوي. يقدر الكفيف سوري الأبكم يقدر يتكلم، يعبر عن 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 محتواه، يقدر يحفظ القرآن، يقدر يحفظ النص الشعري، ممكن يحفظ أي محتوى، ويقدر كمان يعبر عنه. واللي يحفظه شخص مش شرط يكون عارف لغة الصم والبكم، ممكن شخص عادي، وبالتالي مجرد ما يشوف حرف الت انا هعرف اقراه، مش محتاج ان انا اكون عارف لغه الاسوياء الصم والبكم، لان لغه السوي موجوده، لغه الاسوياء موجوده بتاعتي، انا هعرف اقرا حرف الت. وعلى هذا الاساس لما تقرا كلمه جزء عامه انا بعرف اقراها، والاصم الابكم هيعرف يقراها، وهو كمان هيسمعها لي. فلو عمل لي حرف غلط انا هقدر اعرف ان فين الصح، لاني بقارن بين حركه ايديه وبين اللي موجود في الورق عندي. الجزء الثاني مهم، الطباعه. الموضوع ده برنتد، يعني سوفت وير
وبيطبع على برينتر عاديه، وبالتالي اي مؤلف او محتوى تعليمي او اي حاجه تانية، سينما، بانر، ترجمه للسم الوقت، بدل ما تبقى حركيه ممكن تبقى بنفس الكونسبت بالابجديه المشتركه. ده الملخص بتاع الابجديه المشتركه اللي احنا بنقدمه. طبعا انا بشكر استاذه ايمان محمد اللي بتسعى في الموضوع وبتجري فيه بشكل قوي جدا في المنيا وفي اماكن تانية جوه مصر كمان وبره مصر، وبشكر كل الشباب اللي موجودين هنا في القاهره اللي شغالين معانا سواء كصفا او ايه في انه بنشروا الفكر الابجديه المشتركه. الابجديه المشتركه مسجله كبراءه اختراع ومصنفات باسمي. اتمنى يكون ده عمل افاد الفئه دي من الناس وافاد المجتمع، وبحيث ان احنا يعني نلم الجرح ده شويه او نتواصل بشكل افضل بيننا وبين الفئات الاخرى اللي بتحتاج كتير قوي جهد معاها كي نتواصل معاهم ونعمل لهم محتوى لغوي ومعرفي يساومنا. انا شاكر ليك جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.